حياكم الله. هذه قرية استرنة في الطريق إلى الشمال، ما زلت متوجه إلى الشمال إلى غالينجر. قلت أمر القرية هاي أصورها. نواصل تصوير هذه القرية الحليوة اللي تصلح للتوقف شرب الكوفي ولا كذا، حتى تصلح للمبيت ليلة إذا كنت ما تبغى تكلف على نفسك. هذه أجزاء من القرية سيتي سنتر. من القرى المشهورة فيها المكان بالذات هذا ستيرين هوتيل، مكان حلو. لكن أنا حاجز في غالينجر، الأيقونة النرويجية. عموما هذه قرية حليوة وحجمها لا بأس فيه. إذا كنت متجه من الجنوب إلى الشمال أو العكس تقدر تريح فيها. نواصل. شوفوا بعد ما غسلت السيارة هو الغبار رمل غبر قبل. هاي هني عندهم في اوروبا شي توقف تبركن عقلك وينز وغسل سيارتك كنت مروح. في يعني تلقى خدمات ساعات يعني اوتوماتيكيه، نادر ما تلقى. تلقى بعض الاوقات بعد بعض المحطات فيها ناس يغسلون لك السياره، بعد نادر ما تلقى. لكن اكثر شيء في اوروبا هاي وقف بروحك عقلك وينز وغسل السياره وانت مروح. هذه قرية ستيرن، بتشوف السبلينج. الساعة 10:15 صباحا. هذا السبلينج مال المدينة ستيرين. من القرى المشهورة في المكان وممتازة جدا للراحة، سواء للراحة ولا للمبيت مثل ما أقول لكم. لكن الحين تو الساعة 10:15 وأكمل إلى غالينج. كلها افتكر باقي لي 40 كيلو، لكن 40 كيلو بشكل مباشر لما تركب السيارة وتمشي بالسيارة تطلع ل 40 55 60 شي، يعني لازم زيادة لأن الجارمن يعطيك بشكل مستقيم مباشر، ما يعطيك الشوارع اللي تلف يمين بتلف يسار. هذا هو تمشى محلات في النرويج كلها، ما شفت اي انتشار امني مثل اوروبا ابدا، ولا يدرون شو السالفة ولا يدرون شو اللي صاير في العالم. هذا الزين في البلد. مول 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 ولا شرطي شفت شال سلاح، لا في بيرغن ولا غير بيرغن. شانهم السرك يركبون السرك. هذه هي ستيرن.
نويه. نواصل. هني مني نطلع من الغرية اتجاه كالنجر. من القرى المهمة في هالمكان يا اخوان هالمدينة هاي هالغرية هاي. ايه الله لا يعود ايام المدرسة. القاري مكان على بحيرة اتقهوى وانا مكمل. صبحكم الله بالخير يا ويوه الخير. شوفوا في اوقات من يعني اذا كانت المدينه اللي بازورها بعيده لازم اطلع من وقت الحين الساعه 5:30 صباحا وشوفوا الضباب لا هو بيثلج ولا هو بينزل على الارض. فالواحد لازم يكون حذر جدا جدا في اماكن مثل الحين هذا شارع ترى هاي واي رايح جاي تريلات مود. فهذا اللي كنت اقول لكم عنه يعني اكثر الاوقات انا ما انتظر فطور الفندق وهذا السبب لانه وراي الحين 4 ساعات من فوس الى ستيرن المسافه 4 ساعات لازم اطلع من وقت. وهذا الطريق مثل ما تشوفونه لا الواحد وهذا خصوصا بعد في النرويج. لو في اوروبا الغربيه بعض اكثر الدول في أوروبا الغربية تلقى شارعين رايح جاي يعني لكن هذا لا شارع واحد. اللي بعض الشباب يقولون والله بنبقى نرافقك أنا هذه طلعاتي في أكثر الأحيان يعني هذه طلعاتي. شوفوا يا إخوان ممكن في الطريق هذا خرفان يا رباه والله يا هو والله يا هو مسموع. وينك يا المندي وينك يا جدر المندي. غابة صباحية الساعة 6:20 على الطريق بس المشكلة شوفوا مش واضحة لأن بعد النور بعد النور ما شقشق تو النور. أبغي أغسل السيارة هاي مغاسلة طبعا ترمي كوينز داخل لها ترمي العملة هنا وتختار نوع الغسيل اللي تبغيه. أنا أبغي الغسيل هذا محطوط أوريدي بس برمي الكوينز بغسل السيارة